طيب بما اننا بنتكلم عن الالقاب وسيد حمدي واحد من نجوم النادي الاهلي الكبار، الحقيقه خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع كابتن سيد حمدي. هدافون كبار ومهاجمون عظام مروا من هنا، مروا من امام القلعه الحمراء ولم يستطيعوا اخفاء حبهم وعشقهم للكيان الكبير. ارتدوا الفانيله الحمراء فسطروا تاريخا كبيرا لهم في عالم الساحره المستديره. السيد حمدي أحد أبرز وأهم مهاجمي الأهلي في الألفية الثالثة، من مواليد محافظة الفيوم في الأول من مارس عام 1984. بدأ السيد حمدي مشواره مع كرة القدم في صفوف فريق طنطا قبل أن ينضم إلى بتروجيت ويتواجد ضمن لاعبي الدوري الممتاز موسم 2008. قدم حمدي وجبات فنية دسمة وظهر بمستوى جيد لفت به أنظار المعلم حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر وقتها، والذي أجبرته على ضمه لكتيبة الفراعنة في أمم إفريقيا 2010. السيد حمدي الذي أنقذ الأهلي في عام 2012 بتسجيله هدف الإنقاذ من الخسارة أمام الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2012 ببرج العرب مع الدقيقة الأخيرة من عمر المواجهة، كما سجل قبلها هدفين في شباك سانشاين النيجيري بذهاب نصف النهائي، وفي إياب نهائي برادس أمام بطل تونس نجح في صناعة أحد هدفي تتويج الأهلي، وأكمل مسيرة التألق بهدف للتاريخ في كأس العالم للأندية في شباك هيروشيما الياباني. شهد صيف 2011 النقلة الأكبر في مسيرة اللاعب بارتدائه قميص النادي الأهلي، إلا أن كثرة الإصابات قللت كثيرا من فرصه في إظهار موهبته بالتهديف بشكل كبير. رحل حمدي عن الأهلي في صيف 2014 ولعب بعدها لعدة أندية أبرزها المصري والمقصة والداخلية والمنصورة والترسانة قبل إعلانه قرار اعتزال اللعبة على المستوى الدولي. خاض السيد حمدي الذي لقبه زملاؤه بالعشوائي 12 مباراة بقميص منتخب مصر، نجح خلالهم في تسجيل 6 أهداف بنسبة 0.5 هدف في كل مباراة. لعب السيد حمدي 197 مباراة في مسيرته الكروية، سجل خلالها 42 هدفا وقام بصناعة 17 أخرى لزملائه، وخلى سجله برحلته الكروية من البطاقات الحمراء، كما حقق 6 ألقاب في مسيرته بواقع لقب وحيد للدوري مع الأهلي، كذلك دوري الأبطال مرتين وكأس السوبر الإفريقي مرتين، بالإضافة إلى لقب بطولة أمم إفريقيا مع منتخب مصر. وفي 16 من سبتمبر عام 2019 أعلن مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق اعتزاله لاعب كرة القدم بعد مسيرة حافلة في الملاعب، مكتفيا بما قدمه على المستطيل الأخضر بعد بلوغه عامه 35. أهلا بالسيد حمدي على شاشة قناة الأهلي.